الخروج عن النص من الأستاذ إبراهيم عيسى بعد كثير من الآراء اللي طلع بيها، زي إن مثلا حد قاعد في مكان مهنته ليه يقرأ قرآن، ليه ما يقعدش يتثقف مثلا في الشيء اللي هو بيعمله، زي الصيدلي، زي ضابط الشرطة، أيا كان مين إن هو اللي في شغله. وبرضه نفس القصة في قصة المايوهات والصعيد، ونفس القصة في قصة الإسراء والمعراج، وإن ما يبقاش ليك حد إن أنت تسأله عن مشكلتك، زي ما بقاش ليك شيخ تسأله في فتوى أو تسأله في شيء يخصك أنت مش قادر أو مش قادر أو مش قادرة بيه. يعني أنا بس عايز أفهم، الناس دلوقتي بدأت تتكلم عن الأستاذ إبراهيم عيسى بكل الثقافة وكل العلم اللي عنده ده، أو كمؤلف كبير خرج عن النص. يعني أنا بس عايزين نوصل دي للمشاهدين. يا أستاذ أحمد، أنت لو رجعت الهيستوري بتاع إبراهيم عيسى من البداية، لما كانت فيه يعني أحداث يناير ومن غيرها، كان دائما وأبدا من أكثر الإعلاميين دائما اللي بيتحدث عن الفساد ويتحدث عن الأمور دي، وكان الهدف منها ليس التطهير على الإطلاق، بل الهدف منها واخد بالك ضرب الاستقرار داخل مصر وسحبنا إلى الفوضى. وفي كثير من الأحيان كان دائما أبدا يلبس ثوب المعارض، ولكن هو لم يكن ثوب المعارض على الإطلاق، بل كان ثوب هدفه زعزعة استقرار الوطن. هدفه النهاردة لحمة الصف المصري أن تنقسم إلى أكثر من فصات، ولكن الشعب المصري شعب ذكي وفاضل، كان يعلم من الباني ومن الهادم، فكان بيبتعد عنه تماما. لما وجد ان هذا الامر ليس له سبيل، دخل النهارده في يعني دعم الدوله المصريه، وانا كنت اظن ان هو على مضض، وخاصه كان جمع حوار ما بينه وما بين رئيس المجلس الاعلى للاعلام السابق رحمه الله عليه الدكتور مكرم محمد احمد، حينما واجهه في احدى المؤتمرات الرئيسيه على ما يعني انتقد به الدولة المصرية في أكثر من مرة، وكاد أن يؤثر سلبا على الدولة المصرية لولا فضل الله تعالى علينا ولحمة الشعب المصري. ثم بعد ذلك بشيء ممنهج بدأ النهاردة يأخذ الكلام في قارئ القرآن أثناء فترة فراغه، فبدأ ينتقده، وشوية تانية بدأ ينتقد لباس المرأة المصرية وحشمتها، ثم بدأ يتدخل مرة أخرى إلى نساء الصعيد النهاردة، لأنه لما علم أن كل ما قدمه لم يؤتي ثماره، فبدأ النهاردة قال لك أخاطب أبناء الصعيد التي دائما وأبدا تحكمهم العصبية، وخاصة أن كان رد فعلهم في السابق كان قاسي على كل إعلام توجه في هذا الملف. ثم أيضا حينما فطن الشعب المصري ليه وتم انتقاده عبر وسائل الإعلام، دخل مرة أخرى إلى نص قرآني واضح جدا، وهو سبحان الذي أسرى بعبده، وكأنه يتحدى القرآن الكريم، وكأنه يتحدى الإسلام من 1450 سنة الذي آمن به الكثير، وهو إحدى الثوابت الدين التي تنص على السلام وتنص على وحدة الصف، لأن ربنا قال في الكتاب الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك هو بيبحث عن أجندة ممنهجة هي الهدف منها أساسا زعزعة استقرار الشعب المصري، تناحر الشعب المصري، اختلاف بعض المفكرين في النص القرآني. أنا أظن أن المجلس الأعلى للإعلام دوره إن شاء الله تعالى هيكون واضح جدا بإذن الله تعالى، وكثير من المثقفين وكثيرا من النيابين كما تحدث يعني زميلنا النائب المحترم مصطفى بكري، واظن يعني المجلس الاعلى للاعلام بما يحوي من قامات كبيره جدا ستتصدى في المرحله المقبله لكل من تسول له نفسه العبث بامن مصر. اكيد طبعا. معالي النائب الاستاذ محمد اسماعيل مالك قناه الحدث اليوم، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب يعني اتكلمنا باستفاضه كبيره جدا عن الموضوع ده، وكل الاراء بتقول لا ما ينفعش ان الكلام ده يخرج على الملأ والناس كلها تسمعوا. نتمنى ان شاء الله باذن الله، بما ان في تحالف مجلس الاعلى للاعلام، ان شاء الله ان الموضوع يمشي بالشكل اللي يناسب مجتمعنا وعاداتنا.